المعلق السعودي عبد الله الغامدي اللي امتعنا وقال اشعار في نادي الزمالك وخلانا قاعدين مبسوطين جدا واحنا بنتفرج على الزمالك، وصوته الجميل، صوته العذب الجميل وتعليقاته وكلامه الحلو خلى المباراه رائعه. واحنا دايما خلي بالكم لما الزمالك بيلعب في السعوديه او في الامارات او في الكويت او في دول الخليج بنستمتع باشقائنا معلقينا العرب، ان هم بصراحه يعني معلقين جمال جدا، وبنستمتع بادائهم وبيعلي ريتم الماتش كده وبتحس ان الاجواء حلوه جدا. فخلينا نروح لمعلقنا السعودي الجميل عبد الله الغامدي ونحييه على ادائه بقى، هو كمان نحييه على ادائه في المباراه اللي فاتت، مباراه الزمالك والاتحاد المنستيري، ونشوف كده هيقول لنا ايه بعد المباراه. يا استاذ عبد الله ازاي حضرتك؟ هلا والله وسهلا، حياك الله استاذ كريم، وفرصه والليله الحظ فيها كريم اننا نتواجد معكم في هالبرنامج الجميل وفي هالليله الجميله اللي تاتي عقب طبعا فوز الزمالك الكبير، وواحده من الليالي الجميله بالتاكيد لجماهير الزمالك، وواحده من الليالي الجميله ايضا اللي كانت على المستوى الشخصي نظير ان تكسب ود وحب جماهير وقاعدة جماهيرية كبيرة جدا 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 في الوطن العربي كجماهيرية نادي الزمالك. فهذا أمر أسعدني جدا، وهذا من دواعي سروري حقيقة، واحدة من الليالي التي لا تنسى بالتأكيد. لا أنت أمتعتنا والله، صوتك الحلو وتعليقاتك الجميلة وتعليقك الرائع أمتعنا في المباراة، يعني مع أداء الزمالك الحلو أنت كمان أمتعتنا وأمتعت جماهير الزمالك وجماهير مصر يعني. تسلم والله يا كابتن كريم، وهذا من ذوقك، وهذا من كبر حظي ان نحظى بهذا الكلام الجميل من كل الاخوه المصريين اللي والله على عيني وراسي. وانا اقولها دائما، ان تكسب حب شعب مثل الشعب المصري، وان تتواجد حتى في اليومين الاخيره يعني في ترند في دوله كبيره جدا كمصر العربيه الحبيبه، فبالتاكيد والله ان هذا يعني واحده من الامور والمكاسب الكبيره جدا اللي استطيع ان افتخر فيها مستقبلا، واني اقول كسبت في يوم من الايام في التعليق الرياضي ان تواجدت وان حضرت في مختلف القنوات المصريه وان علقت على هذه الانديه المصريه وان تواجدت مع ايضا الجماهير وسعدت باجوائها حقيقه. طب خلي بالك كده، جمهور الزمالك عايزك في الماتشات اللي جايه، الماتشات القادمه بقى عايزين عبد الله الغامدي برضه. والله شوف، انا والله اسعد واتشرف حقيقه بهذا الطلب، واتمنى اني استطيع اني البي هالموضوع بالتحديد، لكن انت عارف يعني سياسه القناه فيها الزملاء المسؤولين طبعا. والمسؤولين طبعا. بالتاكيد عندهم توزيع الجدول، وانا ثقه تامه سواء كان عبد الله الغامدي او غيره من الزملاء المعلقين عبر الاس اس سي، صدقني انها حتكون ان شاء الله اضافه للمباراه ايا كان اسم المعلق. اكيد. طيب خليني بقى اسالك عن المباراه بقى، بعيدا ان انت كنت معلق المباراه، رايك ايه في اداء الزمالك؟ اللعيبه اللي عجبتك في ادائهم في الملعب؟ والله شوف يا كريم، انا مستمتع قوي بالاداء الجميل اللي قدمه الزمالك في المباراة، مستمتع جدا جدا. وبالمناسبة ترى أنا سجلني واحد من أشد المعجبين بأحمد سيد زيزو، يعني سواء كان في الزمالك سواء كان في المنتخب، واحد من اللاعبين اللي منذ بروزه يعني لاعب حقيقة بيقدم الإضافة الكبيرة جدا في كل مباراة يلعبها، واحد يعني يكفي بأن ساهم في 26 هدف من أهداف الزمالك في الدوري في الموسم الماضي، لاعب حاجة تحفة حقيقة، ممتع على الآخر، نستمتع كثير بالمباريات اللي أنا أشوفها للزمالك وأحمد سيد زيزو موجود، فما بالك وأنا أعلق على هاللاعب. الحديث عن شيكابالا، يعني شيكا ما شاء الله تبارك الله 37 سنة ولسه بكامل الأناقة، لسه بكامل الجمال، لسه بكامل الرؤية والنظرة الواسعة داخل الملعب، لاعب حاجة جميلة في الملعب، واحد من أساطير كرة القدم في الزمالك بلا شك. الحديث عن الصغار الجميلين اللي جالسين يقدمون مستويات كبيرة مع الزمالك، هذه حاجة حلوة. المزيج اللي جالسين نشوفه، دونجا والمستوى الكبير، عمر جابر والمستوى الكبير، إبراهيم انداي، أيضا سيف الدين جزيري، محمد صبحي، بقية اللاعبين، الحديث عن أحمد فتوح، الحديث عن حمزة مثلوثي، لا لا لا، يعني أنت تتكلم عن مزيج جميل جدا ما بين عناصر الخبرة وعناصر الشباب، وطلعنا فيها في الأخير بهذا المستوى الجميل. أنا حقيقة مع أوزوريو أنصح أي واحد أنه ما يفوت مباريات الزمالك، لأنه
سيستمتع بالمباراه. اكيد. طيب قول لي بقى، يعني مباراه الزمالك انتهت خلاص مع اتحاد المنستيري، الشباب والنصر طبعا فرقتين كبار في السعوديه، والتعادل ايضا السلبي 0-0. متوقع ماتشات الزمالك مع الشباب والنصر هتكون عامله ازاي يعني؟ والله شوف، اعتقد ان المباريات القادمه راح تكون صعبه، والمجموعه هذه من سوء حظ المشاهد العربي انه سيخسر واحد من الثلاثه الكبار الموجودين في المجموعه. مع احترامي الكامل للاتحاد المنستيري، حينما اتحدث عن الشباب، عن النصر، عن الزمالك، خساره ان البطوله ستفقد احدهم في دور المجموعات. لكن عاد هذا حكم المباراه وحكم الكوره. لكن في الاخير انا اعتقد ان الزمالك راح يكون محطة صعبة أمام الشباب، سيكون محطة صعبة أمام النصر، مباريات منتظرة بشكل كبير جدا. الزمالك 3 نقاط وأربع أهداف وفي صدارة مجموعة، ونتيجة التعادل في مباراة الشباب والنصر خدمته كثير أنا أشوف. ففرصة الآن أن الكرة في ملعب الزمالك، فوز واحد يكفيه من المباراتين المتبقية ليضمن رسميا الصعود للدور القادم. أعتقد أن مباراة القادمة أمام الشباب لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن في نفس الوقت الزمالك يملك المعنويات الأكبر بعد فوزه الكبير على الاتحاد المنستيري، وأيضا الشباب في حال أن استطاع أن يسجل أو أن يتواجد كويلار في المباراة القادمة راح تكون إضافة كبيرة لخط وسط الشباب حقيقة، خصوصا في الجوانب الدفاعية. أيوة. فأعتقد أن مباراة متكافئة بشكل كبير ما بين الفريقين. جماهير الشباب هتحضر برضو في الطائف، وأنت عارف طبعا جماهير الزمالك بتزحف من كل حتة في المملكة أو حتى في الدول الخليجيه المجاوره للسعوديه. هل نادي الشباب ليه جماهير في الطائف، ولا مش هيكون عدد كبير من جماهير الشباب؟ والله شوف، الزمالك انا معجب بقاعدته الجماهيريه اللي تروح خلفه وين ما يروح، وزي ما قلت امس يعني في كل المدن والقارات والدول هم وراه لو يلعب بطوله وديه ولا رسميه. لكن لما اتكلم عن جمهور الشباب، نعم جمهور الشباب متواجد. جمهور الشباب صح ممكن ما يكون بيقفل الملعب بالكامل، لكن جمهور الشباب راح يكون متواجد وراح يكون له تأثير. فأعتقد المباراة راح تكون ممتعة على مستوى الفني وعلى مستوى الجماهيري ما بين الجماهير الفريقين في مدرجات ملعب المباراة. حبيبي كابتن عبد الله، أنا يعني بحييك وبوصل لك سلام كل الجماهير اللي استمتعت بيك جدا في المباراة اللي فاتت، وإن شاء الله نستمتع بيك كمان في الماتشات القادمة إن شاء الله. والله انا اسعد يا كابتن كريم، وانت كريم ابن كريم يعني حبيبي يا كابتن. فانا والله سعيد جدا بهذه الفرص اللي جالس يعني استمتع بها في هذه اللحظات، واني اتواجد يعني بدعم كبير من الجماهير الزملكاويه في كل مكان حقيقه، وانا ممتن لهذه المشاعر اللي جالس اعيشها حقيقه، واتمنى ان تستمر، واتمنى ان نستمتع دائما بالزمالك، بكرة القدم المصرية بشكل عام. وحقيقة أنا دائما أقولها، ترى الكلام اللي أنا أقوله ليس مجاملة، ليس تطبيلا، ليس مبالغة في وصف شيء ما، لكن الحقيقة أن الزمالك فريق ممتع يستحق ما يقال فيه، نظرا لتاريخه الكبير، عراقته الكبيرة، وأيضا حضوره في ملعب المباراة، والنتيجة خير دليل على ذلك. حبيبي كابتن عبد الله بشكرك شكرا جزيلا، وبحيي كمان قناة SSC على نقلها الرائع للبطولة العربية، وإن شاء الله دايما نستمتع معاكم في اللقاءات القادمة إن شاء الله. يا رب أتمنى أن دايما إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وأن نصل إلى ذائقتكم، وأننا نقدم ما يشبع ذائقتكم وما يرضي غروركم حقيقة. حبيبي كابتن عبد الله الغامدي المعلق السعودي المميز، بحييك وبشكرك شكرا جزيلا بعد طبعا تعليقه الرائع في مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.